اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. حوارنا النهارده حوار موصول حوالين حاجه انا بحب الحقيقه اتكلم فيها، وبحب طول الوقت ان احنا نلقي الضوء عليها باعتبارها واحده من النماذج المنوره في مصر. واحنا عندنا حاجات الحمد لله كويسه وكتير دلوقتي، بس لما بيكون ميكس خليط كده ما بين العمل المؤسسي السليم القائم على الاداره والتخطيط العلمي المظبوط، وكمان الجزء المختلط اللي فيه الحب وفعل الخير والتفاني ومساعدة الناس ومحاولة إسعاد الناس وإزالة الآلام عن الناس، أنا في اعتقادي ده بيبقى زي كده عملنا لحسنيين، اشتغلنا صح وعملنا الخير. النموذج اللي احنا بنتكلم عنه اللي فيه هذا الميكس أو هذا الخليط الرائع واللي أنا طول الوقت بشرف بالانتماء إليه هي مؤسسة بهية لعلاج سرطان الثدي بالمجان. المؤسسة اللي في سنوات قليلة جدا أصبحت واحدة من المؤسسات العملاقة في مصر واللي بيشار إليها بالبنان، مش بس في مصر كمان الدول العربية والدول الأفريقية بيشوفوا أنه هو الصرح الكبير في هذا المجال، واللي خطواته الحمد لله بتبقى في تقدم دايما. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا في المستشفى أو في المؤسسة، يمكن كتير من حضراتكم ما سمعتوش عنها قبل كده، هنتكلم عنها ونعرف قد إيه دي واحدة من عناصر النجاح لهذه المؤسسة. هنتكلم عن الصيدلة الإكلينيكية، وما تسألونيش يعني إيه لأن أنا معرفش، ضيفتي العزيزة هي اللي عارفة وهي الأستاذة في هذا المجال الدكتورة جيلان أحمد اللي منوراني ومشرفاني. أهلا وسهلا دكتورة. أهلا بيك. إزاي حضرتك؟ الحمد لله. أولا تحياتي ليكي وتحياتي لكل المتحديات والمحاربات صديقاتي العزيزات في بهية. وقبل ما تلوميني أنا بقول لك إن أنا ما زلت على وعدي، هم بس إدارة المستشفى تنسق الميعاد وأنا تحت الأمر، الميعاد اللي هيقولي عليه هكون 10 صباحا. هم المحاربات مستنيينك. أنا تحت أمرهم وأنا كمان متشوق إن أنا أروح وأقعد معهم وأزورهم عشان الطاقة الإيجابية اللي هم بيدوها لي طول الوقت. إن شاء الله. نبدأ بيه. يعني إيه الصيدلة الإكلينيكية؟ لأنه مصطلح مش متداول قوي، يمكن كتير من الناس غير المتخصصين زيك أنا ما نعرفش يعني إيه الصيدلة الإكلينيكية. طيب نبدأ من الأول، كان زمان مفهوم في صيدلي وفي دكتور، صح؟ جزر منعزلة، في صيدلي بيدرس الدواء وعارف مضاعفاته وعارف كل حاجة عنه، وفي دكتور بيهتم بالمريض وكل دراسته عن المريض، صح؟ كان لازم يبقى في حلقة وصل تربط ما بين الصيدلي والدكتور، تربط بالدواء بالمريض، تربطه وتتابع معاه الرحلة كلها، صح؟ فجه الصيدلة الإكلينيكية. الصيدلة الإكلينيكية ده علم موجود في العالم كله ودخل مصر من سنين كبيرة، بس المشكلة في التطبيق. تطبيقه ازاي بقى؟ الصيدلة الإكلينيكية الأول خالص أنا بشوف المريض، بدرس كل حاجة عنه من وزن وطول ووظائف كلى وكبد وكل حاجة، وبشوف البروتوكول بتاع الدكتور وبطبق العلاج الأمثل ليه. يعني بمعنى أن أنا بفصل علاج مناسب لكل مريض، بمعنى ان المريض اللي وزنه صغير وحجمها صغير غير المريضه اللي وزنها اكبر طبيعي وحجمها اكبر. طب بس ممكن اشاكس شويه؟ طبعا. اللي حضرتك بتقوليه ده وفقا لمعلوماتي كمريض بقى مش كدكتور، ربنا يبعد المرض عننا جميعا. لحد كده ما ده شغله الدكتور العاديه، ان انا اروح للدكتور، المفروض الدكتور يعمل كده انه يشوف مواصفاتي وطولي ووزني وعندي سكر ولا لا وعندي ضغط ولا لا والكوليسترول عامل ازاي والكبد والكلى وكذا، عشان ويشوف طبعا العرض او المرض اللي انا بشتكي منه ويكتب لي العلاج المناسب لده. طبعا في كل حته في دبل تشيك، انت لو بتصنع حاجه كماشين كماتيريال انت بتصنعها وبيجي بعدها كواليتي كنترول، صح؟ حد بيراقب على الجوده، حد بيراقب، في دبل تشيك، مش مراقبه بس دبل تشيك، يعني ما ينفعش حاجه تطلع من اول مره. الدكتور بيكتب البروتوكول العلاجي وهو على درايه بيه والبروتوكول بيتطبق، بس مثلا لو المريضة عندها الدواء بيتكسر في الكبد وهي الكبد بتاعها وظائف الكبد مش كويسة، مزبوط، فأنا بحتاج أن أنا أقلل الجرعة عشان الكبد يقدر يتعامل مع الدواء، صحيح؟ لو بيخرج عن طريق الكلى، الكلى وظائفها مش كويسة، أنا بحتاج أن أنا أقلل الجرعة علشان أعمل كده. فالطبيب بيكتب البروتوكول، بس الصيدلي الإكلينيكي بيراجع وراه وبيستخدم كل المعلومات اللي درسها عن الدواء وبياخد كمان التاريخ المرضي والدوائي بتاع المريض، صح؟ دليل على كلام حضرتك انه ممكن 5 مثلا يروحوا للدكتور بيشتكوا من نفس المرض، يكتب لهم نفس العلاج، 2-3 يستجيبوا و2 لا، بالظبط. يبقى معنى كده انه محتاجين دبل تشيك، الاثنين دول ما استجابوش ليه؟ واضح ان وظائفهم مش ماشيه مع العلاج ده،
بالظبط. وممكن يكون في حساسيه من دواء، ممكن يكون بتاخد دواء تاني بيتفاعل معاه. أيوة. ممكن يكون حاجات كتير، بس الصيدله الاكلينيكيه مش بس بتراجع ان الدواء يبقى صح، هي كمان بتحضره بطريقه صح. زمان كان ممكن حد يمسك دواء ويحضره على البنش كده، هو بيضر نفسه وبيضر المريض وبيهلك الدواء اللي هو بيحضره، لان هو مش خبير بتحضيره. في نفس الوقت بيحضره في جو عادي ممكن يحط فيه بكتيريا او ميكروب يضر المريض نفسه. وكمان انا ما بقدرش لو قعد الدواء ده ما اقدرش استخدمه المريض تاني. صح. لكن في الصيدله الاكلينيكيه شخص مدرب دارس بيحضره على جهاز مختص لتحضير العلاج الكيميائي في غرفه معقمه تماما، عشان اضمن ان الدواء اللي طالع ده دواء سليم، ما ضرش الشخص اللي حضر، ما ضرش البيئه، في نفس الوقت المريض خد دواء متحضر بطريقه سليمه. وحتى في جوه الصيدليه في برضو دبل تشيك، مش بس الشخص بيحضر، في شخص تاني بيراجع وراه وشخص تاني بيراجع الحاله مع الدواء اللي اتحضر. صحيح. وبعد ما بيتحضر بنخرج بقى كمان للتعليق، احنا ادينا الدواء سليم، حضرناه بطريقه سليمه، لازم نديه كمان للمريض بطريقه سليمه. مظبوط. في الوقت المناسب، المفروض ان هو لو هيتعلق على التعلق على فتره محدده، بوعي المريضه بحالتها المرضيه، ازاي تتعامل معاها، ازاي تتعامل مع الدواء، ازاي تتعامل مع المضاعفات، لما تروح ايه اللي يخليها تجيلي تاني، ايه اللي يخليها توقف الدواء، ازاي تخزن الدواء اللي انا بديه لها، ازاي تتعامل مع الناس اللي حواليها، لان بعض الناس بتبقى فاكره ان الموضوع ده معدي، ان هي بتاخد كيماوي فهي لما هتروح حد تاني شعره هيقع. هي بتتخيل تقولك انا بعت الولاد عني عشان ما يتضروش يا حبيبتي، فهم في ناس بتتخيل ان ده ضرر. هنا احنا بنتكلم في الثقافه العلاجيه، ثقافه علاجيه. فاحنا بنصاحب المريض من اول ما بتبدا العلاج معانا لحد ما بتخلص الجرعه، بنصاحبها في اختيار الدواء، تحضير الدواء، تعليق الدواء، تتعامل ازاي مع الدواء ومضاعفاته، وايه اللي ممكن يرجعها لنا تاني، يعني امتى تيجي في شكوى مقبوله وفي شكوى غير مقبوله. يعني هي ممكن لما تقولي مثلا انا رجعت مره ولما خدت الدواء ما رجعتش خلاص، وممكن تقولي انا رجعت 3 مرات وخدت الدواء ورجعت 3 مرات تاني. انا طبعا لازم افهمها انها لو رجعت اكتر من مرتين ممكن الموضوع يدخل في جفاف، فلازم ترجعي لنا على طول. مزبوط. عشان نلحق نعالج المضاعفات. مظبوط مظبوط. معنى كده او اللي انا فهمته لو صح يعني، في الطبيب العادي اللي هو الطبيب المعالج. بالظبط. وفي الصيدلي اللي هو الصيدلي اللي احنا عارفينه من قديم الازل. اللي حضرتك قلتيه ده اقرب شويه الى انه استشاري المريض. مرافق. هو صح. يعني استشاري المريض اللي بيطمن عليه وبيطمن على البروتوكول العلاجي وبيطمن على تصنيع الدواء او تحضير الدواء وبيطمن على طريقه اخذان الدواء وبيطمن على تأثير الدواء على المريض وبيطمن على ان الثقافة العلاجية بتاعة المريض صحيحة، فهي في النهاية اقرب الى المستشار بتاعي كمريض. طبعا. صح؟ صح. مش انا فهمت صح كده؟ صح. طيب قولي لي، انا سمعت انه واحد من الفوائد كمان بتاعة الصيدلة الاكلينيكية انه فيها يعني استغلال امثل للدواء بحيث ان اكبر عدد ممكن يتعالج بيه. طبعا. ازاي؟ احنا دلوقتي لما بنحضر على جهاز في غرفة معقمة، الدواء ده متصنع بالظبط او بالجرعه بتاعه المريض بتبقى على قدها بالظبط، يعني عمرها ما بتاخد فايل كامل او 2 فايل كاملين. هي العبوه كامله، ازازه كامله. ماشي. عمرها ما هتاخد الازازه كامله او ازازتين كاملين. هي بتاخد جزء من الجرعه، لان احنا زي ما اتفقنا ان الجرعه بتتفصل على قدها بالظبط. صح. ففي بيتبقى جزء. لو انا حضرته على البنش في غرفه عاديه ودخل جواه ميكروبات وتراب، الباقي ده انا هرميه. لكن انا بقدر، علشان الشخص اللي بيحضر ده متدرب وبيحضر في جو معقم، انا بقدر استخدم الباقي ده في نفس الوقت لمريض. مش بس كده، كمان ده في التحضير، كمان في الاقراص. انا لما يبقى عندي مريضه مثلا مكتوب لها 21 يوم في اي حته او 24 يوم او كده، هتاخد 3 شرايط دواء، الشريط فيه 10 اقراص تقريبا. هي ممكن بدون وعي منها تكمل ال 30 قرص، او ممكن تخلص ال 21 او ال 24 قرص وترمي الستة التانيين، ترمي التسعة الباقيين. صح. انا بصرف يونت دوز، بمعنى ان انا بديها بالظبط على قد جرعتها، ما بديهاش فرصة 21 قرص، ما بديهاش فرصة انها تغلط في حق نفسها. وفي نفس الوقت انا بوفر، ده بيوفر معايا كتير جدا طبعا، لاني انا ما عنديش مريضه واحده، مع 9 هنا يعملوا جرعه لحد ثالث. بالظبط. مظبوط. فده في الفايل، في الادويه اللي هي بتتحضر، اللي هي الادويه غاليه جدا بتفرق جدا، وفي نفس الوقت في الادويه الاقراص بتفرق كتير برضه. فانا هنا بوفر استهلاك دواء، وبوفر
فلوس، لان انا ده بعالج بيه عدد زياده عن المفروض كان يتعالج بالحته المهدره، فبوفر فلوس للمؤسسه، بقلل هدر. رقم ثلاثة بمنع المريض كمان انه ياخد جرعه اقل او زياده عن المطلوب له. بالظبط مظبوط بالظبط. لا انا بتعلم كويس بسرعه. شاطر. طيب اسمحي لي هنروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نتكلم بقى عن التطبيق بتاع الصيدله الاكلينيكيه في مؤسسه بهيه عمل ازاي ونتائجه كانت ايه ان شاء الله. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. الكلام لسه موصول عن اهميه التعريف بتاع الصيدله الاكلينيكيه اللي احنا عرفناه وتعلمناه في الجزء الاول من هذا الحوار، وفي الجزء الثاني هنتكلم عن قد ايه ده مؤثر بشكل ايجابي في النتائج الممتازه اللي بحققها مؤسسه بهيه. وعايز اسال الدكتوره جيلان، جيلان صح؟ ولا جيلان؟ لا جايلان. جايلان مظبوط، لان في ناس بينطقوها كده بس انا اعتقد انها صح بتاعها جايلان. المؤسسة بهية من ديوان وهي مؤمنة وابتدت تطبيق الصيدلة الكلينيكية، ولا في الآونة الأخيرة أيقنت أنه لازم أنها تخش في مجال عملها؟ لا، من ديوان كانت مؤمنة بالصيدلة الكلينيكية، وتم تأسيسها على أعلى المعايير. يعني من ديوان كان في مكان مخصص وتم تجهيزه بمعايير العالمية ستاندرد والأجهزة أمريكية الصنع، والتيم تم اختياره بعناية، يعني ناس مدربين عندهم خبرة. بس غريبة انه يعني المؤسسة بتبدأ تبقى عارفة اهمية هذا المجال وتضخ فيه اموال في البدايات، ده بصراحة يعني معناها انه كان فيه تخطيط علمي صح من الاول، وعايزين كل حاجة تبقى صح، كل حاجة ستاندرد. مظبوط. التيم بيتكون من كلهم تخصص اسمه صيدلة الكلينيكية، ولا معاكم تخصصات مختلفة في التيم؟ لا، تخصص كله صيدلة إكلينيكية. وده بيطلع منين؟ يعني في كليات الطب؟ في كليات الصيدلة. أنا صيدلة عين شمس. في كليات الصيدلة من 16 سنة وأنا متخرجة صيدلة عين شمس. الصيدلة الإكلينيكية بتدرس، بس المشكلة بتدرس، بس المشكلة يعني في التطبيق. في قسم في الصيدلة اسمها كده؟ فعلا معرفش. في صيدلة إكلينيكية أنا خريجت من 16 سنة عين شمس. ده تخصص موجود في كليات الصيدلة. ده تخصص موجود، بس المشكلة إن الأماكن مش بتطبقه صح. احنا الميزه عندنا ان احنا بنطبقه صح، المكان مجهز سليم ستاندرد. ان شاء الله لما تيجي تشرفنا هنقولك، والاجهزه معده لاستخدام الكيماوي، تحضير العلاج الكيميائي. يعني بعض الاماكن بتعمل صيدله اكلينيكيه بس ما بتجيبش اجهزه طبعا لان هي غاليه. مظبوط. فبتوفر في ان هي ما تجيبش اجهزه، بس طبعا للاسف ده تفكير مش سليم، لان هي مش بتوفر، هي بتهلك كده دواء وبتضر الاشخاص اللي بيحضروا وبتضر المرضى بتوعها. اكيد اكيد. كتير من الدكاتره بنسمع ان هم بيحضروا في عيادات على بنش كده على مكتب وخلاص. صح، وده طبعا بيدمر القسم. ده طبعا بيضر كتير العيان. طب ليه ثقافه الصيدله الكلينيكيه دي مش معروفه؟ يعني انا فوجئت دلوقتي ان ده قسم موجود في كليات الصيدله ومن زمان، وحضرتك بتقولي متخرجه من 16 سنه، فيعني موضوع قديم. انا فاكر ده تخصص حديث كده اضيف السنه اللي فاتت ولا اللي قبليها، ما سمعناش وما بنعرفش كتير مثلا انه في صيدلي يقول لك انا صيدلي اكلينيكي، او احنا في التخصص او حتى في المستشفيات الكبيره ما بنسمعش ان على اقسام الصيدله. يعني ليه مش واخده حقها؟ لا، هي مؤخرا بدات تاخد حقها. هي طبعا في الاول زي ما قلت لك هي عاليه، يعني تكلفتها عاليه جدا. فالناس مش بتحسبها صح وبتفكر ان ده هيبقى تكلفه عاليه على المستشفى على الفاضي. بس العكس شرحتي لنا، لا ده مش تكلفه، ده بالعكس بيوفر. ما هو لو اتحسبت صح عشان كده مستشفيات كتيره بدات دلوقتي، واحنا الحمد لله لينا الفخر ان احنا في بهيه طلبه جديد كتير جدا بيجولنا وبنعمل تدريب. ده احنا لثالث سنه بندرب الطلبه من كل الكليات تقريبا، خاصه وحكوميه، بيجولنا بياخدوا التدريب العملي بتاعهم عندنا. مستشفيات كتيره كمان بيبعتوا لنا الناس عشان ندربها لهم ونعدلهم الكوادر عشان يبداوا يشتغلوا. بس اغلب الكلينيكال اللي قدام زمايلنا سافروا فعلا. بسم الله ما شاء الله. طيب الصيدله الكلينيكيه دي وممارستها من اليوم الاول في بهيه
مأثرة ازاي على نسب الشفاء والارقام الكويسة اللي بتتحقق في المؤسسة؟ هي مأثرة على كل حاجة، مأثرة على الوفر الجامد في الفلوس، وده نسبة كويسة جدا من ميزانية المستشفى. مأثرة على المرضى نفسهم، المرضى مرتبطين بالصيادلة وحاسين قد ايه ان هم لما بيحبوا يسألوا حاجة بيسألوا حتى بالتليفون، هم واخدين ارقام تليفوناتنا وبيسألونا. انا لما سألت كده وشوية جواسيس عندي يعني قالوا لي انه دكتورة جايلان دي صاحبتنا كلنا. دي حاجة تسعدني، ده شرف ليا. لا بجد قالوا لي صاحبتنا وبنحبها وفي علاقة إنسانية خاصة بينا يعني، فبالتالي ده واحد من أدوار الصيدلي الإكلينيكي. بالظبط كده، إن هو يحس إن في حد معاك في الرحلة، رحلة العلاج مش مستحيلة بس مش سهلة، فمحتاجة حد معاك يكون بيسندك علشان تقدر تخف. صحيح صحيح، وأنا أعتقد حضرتك بتقومي بيه مع زمايلك في التيم بتوع الصيدلة الإكلينيكية جزء من الدعم النفسي. انا عارف ان في اداره كامله في المؤسسه للدعم النفسي. فانتوا بتكملوا بعض. هو الدعم النفسي عندنا اداره، بس في نفس الوقت هو موجود في كل اداره. يعني انا بدخل ساعات مثلا عياده عند دكتور الاقي المريضه بتعيط والدكتوره بتطبطب عليها، يعني احنا عندنا دعم نفسي في كل الادارات. فالدعم النفسي عندكم فلسفه مش مجرد قسم بس بالزبط. مجموعه بيشتغلوا فيه. بس بصراحه انا متحيز شويه اداره الدعم النفسي، لان هم بيعملوا جهد الحقيقه تاثيره باين جدا على على المحاربات، لانه ومنهم محاربات قديمات متعافيات الحمد لله. هم اللي تطوعوا بقوا يشتغلوا في اداره الدعم النفسي، ودي اكبر حاجه مفرحه لمريضه لا قدر الله لو انها تبقى شايفه نموذج ناجح قدامها، بالخبر ان عندها المرض، فتلاقي نموذج عانى وخف وهي اللي بتطبطب عليها بتقول لها انا كنت زيك ودلوقتي اهو زي الفل. اكتر واحده بتحس بيها واكتر واحده هي بتصدقها، المريضه هتصدقها. صحيح صحيح. في حاجه مصطلح كمان محتاجين نوصله للناس، يعني ايه الادويه المكمله او التكميليه؟ الأدوية التكميلية دي احنا بتتاخد مع العلاج الكيميائي او الهرموني او الجيني او الموجه او اي حاجة. يعني مثلا زمان كانت الجرعة بتتاخد وكان بقى البوبع بتاع كيماوي، يبقى انا هفضل ارجع وهبقى ضعفان وشعري هيقع ومأساة. دلوقتي لكل مضاعفة موجودة، لكل مشكلة هتحصل، في ليها 3-4 حلول. يعني العلم تقدم الى درجة ان انا مش هبقى عارفة ان الشخص اللي قدامي ده مثلا هيرجع واسيبه يرجع. لا، انا بديله الجرعة وقبل ما يمشي بديله الدواء بقوله ده تاخده عشان ما ترجعش، هيحصل الم فخد ده عند اللزوم. طيب انت دلوقتي خد بالك بعد يومين المناعة بتاعتك هتبدأ تقل، فبدل ما تاخد كده انت هتاخد حقن مقوية للمناعة، بس ما تاخدهاش دلوقتي، تاخدها بعد يومين. هيحصل وجع شوية في الأعصاب فهناخد فيتامين ب. يعني ببقى عارفة استباقي لكل اللي هيحصل، وبديها الأدوية، وبتبقى عارفة هي كويس قوي أسلحتها امتى تستخدمها. مظبوط. ايه أكتر حاجة المحاربات بتلجأ ليكي فيها كسؤال أو استشارة أو كنصيحة؟ والله يعني مش عايزه اقول لك مثلا الاكل، طبعا الادويه دي اساسي مفروغ منها، بس طبعا الاكل طبعا كتير، اكل ايه وما اكلش ايه، واولادي قربوا مني ما الحاجات دي، يعني حاجات فهم بيثقوا فيكي حتى بعيدا عن الطب والوصفات الطبيه في الاكل والتعامل النفسي والتعامل مع الاسره، خلاص هم معتبريكي صديقه الاسره مش الصيدليه. يعني دي حاجه تساعدني. انا كمان انا بشكرك يا دكتوره جايلان، شرفتيني ونورتيني، ومره ثانيه تحياتي لكل اسره بهيه، واللي انا بزعم ان انا واحد منهم. اكيد. واحنا اتفقنا ان شاء الله في يوم سبت، بس هنشوف بقى السبت اللي جاي ولا اللي بعده على حسب، بس مواعيدي ومواعيدكم. ويشرفني ان انا اكون عندكم في زياره المؤسسه البهيه، واشواقي للمحاربات لحد ما اشوفهم توصل ان شاء الله. شكرا، شرفتيني يا دكتور. شكرا جزيلا. شكرا لحضراتكم. خلصت حلقتنا النهارده من اخر النهار، اشوفكم بكره على الف خير في حلقه جديده الساعه 8 بالليل.